السلام عليكم، شايفين سطح المكتب ده؟ ده مش ويندوز ولا ماك او اس بتاع شركة ابل، ده نظام تشغيل اسمه لينكس، والنظام ده مجاني تماما، تقدر تستخدمه على اي جهاز عندك عادي خالص. النهاردة هنعرف بسرعة مميزات وعيوب النظام ده وايه اللي خلاني استخدمه لمدة 3 سنين بدل الويندوز. خليكم معايا. النظام ده مجاني تماما، وتقريبا 95% من البرامج اللي عليه مجانيه، وتقريبا لكل برنامج مدفوع بتستخدمه على ويندوز موجود له بديل في لينكس مجانا. يعني لو جينا اتكلمنا على ادوبي بريمير، في البرنامج اللي انا بشتغل عليه هنا ده اسمه كيدن لايف، ده اللي انا عامل عليه المقدمه وفي نفس الوقت عامل عليه برضو المونتاج بتاع الفيديو. لو جينا اتكلمنا مثلا على برنامج زي انترنت داونلود مانجر، عندك فيه بديل له اسمه اكستريم داونلود مانجر، تقدر ان انت تستخدم تقريبا كل المميزات بتاعه الانترنت داونلود مانجر وانت موجود على لينكس. من اهم مميزات النظام ده الامان. احنا سمعنا كتير عن الفيروسات اللي بتبقى موجوده زي فيروس الفديه مثلا، والفيروسات اللي بتشفر كل حاجه على جهازك ويرجع يطلب منك فلوس والا انسى الداتا اللي انت محتاجها دي، وسمعنا عن فيروسات كتير زي كان زمان في حاجه اسمها الاوتران وغيرها كتير من الفيروسات. ميزه لينكس بقى ان النظام بيبقى امن تماما ونظيف من اي فيروسات، لان تقريبا كل البرامج اللي انت بتستخدمها عليه بتنزلها من على الاب ستور اللي موجود جوه التوزيع بتاعت لينكس، وده بيبقى مسؤول عنه الشركه المطوره للتوزيع ديت، فبتحدث البرامج دي اول باول وتوصل لك التحديث الامن ليك من غير ما يبقى فيه اي مشاكل ولا فيروسات. ثالث ميزه ان هو خفيف على موارد الجهاز جدا جدا جدا. يعني لو جينا قلنا ان ويندوز مثلا لما بيجي يشتغل على الجهاز عندي اللي هو 6 جيجا تقريبا بياخد مساحه 2 جيجا ونص من الرام، ده عشان يبدا بس كده يقول بسم الله الرحمن الرحيم من غير ما يعمل اي حاجه. عندي بقى التوزيع اللي انا مستخدمها حاليا اللي هي مانجارو كي دي اي، تقريبا اول ما بفتح الجهاز بلاقي ان هو واخد 500 ميجا بس، يعني نص جيجا، ويتبقى لي 5.5 جيجا اقدر اشغل عليهم البرامج بتاعتي، وده رقم حلو جدا جدا جدا. وفي توزيعات تقدر تشغلها على الاجهزه الضعيفه تخليها تشتغل بكفاءه عاليه جدا من غير ما تحس ان انت مشغل جهاز قديم او الجهاز ده بقاله مثلا فايت عليه 10 سنين ولا حاجه. رابع ميزه هي السرعه. الاستجابه بتاعت لينكس سريعه جدا جدا اكتر من ويندوز. ويندوز ساعات بيحصل فيه كراشات رخمه، اما لينكس لما بيجي يشتغل على اجهزه، طبعا انا مش هتكلم على الاجهزه القديمه، انا هتكلم على الاجهزه مثلا باصدار اخر 10 سنين اللي هو قبل كده، ممكن يبقى فيه بطء شويه وده الطبيعي لو ويندوز مش هيشتغل خالص اصلا. فخلينا نتكلم على الأجهزة اللي في آخر 10 سنين. الأجهزة اللي في آخر 10 سنين بتشتغل بسرعة من غير أي مشاكل، ولو قابلتك أي مشاكل أو لاج ده بيبقى غالبا من التعريفات، التعريفات بتبقى محتاجة تتظبط شوية. خامس ميزة هي التنوع. انت عندك توزيعات لينكس كتير جدا جدا جدا، التوزيعات دي كل واحدة منها بيبقى مسؤول عنها فريق من المطورين او حتى مطور واحد، فريق من المطورين دولت بيشتغلوا بحيث ان هما ليهم توجه معين. في بعض التوزيعات بيبقى توجهها الثبات بتاع النسخة وما يحصلش اي كراشات معاك، بحيث ان مثلا انت عاوز حاجة تشتغل معاك بدون اي مشاكل، وبيكون ده مثلا الكمبيوتر بتاع الشغل بتاعك اللي انت بتعمل عليه شغلك، فاكيد بتبقى مش عايز ان انت تتعطل في ان انت تقعد تحل مشاكل. ففي توزيعات بتبقى متخصصة ان هي توصل لك التجربة دي، ان انت تستخدم الحاجة الثابتة. اي نعم بتضحي ان انت بتستخدم برامج اقدم شوية، ولكن انت بتكسب قصاد ده ان انت بتستخدم تجربة ثابتة جدا، يمكن ثابتة اكتر من ويندوز كمان. وفي توزيعة تانية تلاقيها متجهة ان هي تديك اجدد حاجه نزلها المطورين، يعني مثلا زي ارش لينكس او مانجارو اللي انا بستخدمه، بحيث مثلا انا محتاج اجدد السوفت وير اللي انا بشتغل بيه عشان اعمل مونتاج، عشان يكون في اضافات تخليني اقدر اعمل حاجات اكتر كده. يعني انا بفضل ان انا استخدم حاجه تكون حديثه اكتر. اي نعم بيقابلني شويه مشاكل اكتر اضطر ان انا ساعات اقعد احلها، بس حاليا انا بستخدم مانجارو بقالي فتره وما قابلنيش اي مشكله، هي بس مشكله الواي فاي، وحلتها ان انا اشتريت يو اس بي ادابتر ب 50 جنيه، والموضوع اتحل تماما ما عادش بيقابلني اي مشكله خالص في شبكه الواي فاي. سادس حاجه ان النظام مفتوح المصدر. يعني ايه؟ يعني اي حد يقدر يطور ويعدل فيه ويستخدمه على مزاجه ويوصل الانترفيس اللي موجوده قدامه او سطح المكتب اللي موجود قدامه لافضل حاجه هو مرتاح ليها، مش زي ويندوز. ويندوز ثابت ما تقدرش انت تعدل عليه كتير، يا دوبك انت بتغير الخلفيه بس بتاعه سطح المكتب وبتغير لون شريط المهام، الحاجات اللي هي البسيطه دي. انما انت في لينكس انت تقدر تغير كل حاجه حرفيا في لينكس، ان شاء الله تغير حتى نواه نظام التشغيل
جيل، وده ميزة كبيرة جدا لأي حد مطور أو أي حد عاوز حتى يشتغل على نفسه ويفهم النظام أكتر ويطور من نفسه في البرمجة. أكيد هو يحتاج إن هو يخش أكتر في الموضوع ده. أنا راجل على قدي بستخدمه استخدام بسيط، فما بحتاجش إن أنا أخش في التفاصيل الكتير دي، ولكن ميزة موجودة. وأنا بالفعل مغير من السيم بتاع سطح المكتب، الأساس بتاع سطح المكتب بتاع منجارو الشكل اللي أنتوا هتشوفوه ده، وأنا مغيره مخليه كده. فحاجة جامدة جدا جدا يعني. سبع حاجة الخصوصية، محدش بينتهي خصوصيتك في لينكس. ازاي؟ ويندوز بيستغل موارد جهازك وبيبعت تقارير عن استخدامك اليومي للجهاز، اي نعم هو بهدف تحسين تجربتك، ولكن ده انتهاك لخصوصيتك، وللأسف انت غصب عنك بتوافق عليه في اللايسنس اجريمنت وانت بتسطب النسخة ان انت تبقى متراقب من ويندوز. هو مش مراقبة بالمعنى الحرفي وكل الناس بتستخدمه وما حصل لهمش اي مشاكل، ولكن انت معلوماتك الشخصية موجودة عنده. فدي حاجة لبعض الناس ممكن تكون مؤرقاهم، في ناس عندهم OCD زي، فلا لينكس ما بيعملش كده. معظم التوزيعات ما فيش حاجه اسمها لايسنس اجريمنت، ما فيش حاجه اسمها ان هم ياخدوا معلومات غصب عنك من غير ما انت تعرف. في اوبشن ان انت تبعت لهم معلومات، وده بيبقى تبرع منك للشركه ان انت تحاول تطور من ادائهم، ولكن انت مش مضطر ان انت تعمل كده. تامن حاجه ان مصدر البرامج بتاعك واحد. يا جماعه ميزه كبيره جدا جدا ان انت عندك جوه الموبايل بتاعك متجر جوجل. متجر جوجل بتحمل من عليه تقريبا 99% من البرامج اللي انت بتستخدمها، وتلاقي نفسك انت بتستخدمها بامان ومفيش اي مشكله معاك بتحصل. اي نعم في برامج بتديها انت برميشنز زياده، بتوصل للاكسس لكل الداتا اللي موجوده عندك، وده غلط وممكن هنتكلم عنه في حلقه بعدين، ان انت تلغي البرميشنز الزياده اللي بتستخدمها في البرامج عموما، بحيث ان انت يبقى عندك نوع من انواع الخصوصيه ومحدش يستغل الثغرات دي في جهازك يخترقه. بس ده مش موضوعنا. الميزه عندك في لينكس ان كل البرامج متجمعه في ستور واحد، تقدر ان انت تحمل كل البرامج دي استخدمها على طول، ودي ميزه جامده جدا على فكره. اي نعم في توزيعات صعبه بتستخدم فيها اكواد وحاجات من كده، بس الكلام ده بسيط جدا والتوزيعات دي معروفه، فاحنا اللي هنستخدمه حاجات صديقه للمبتدئ اللي زي حالاتي وزي حالاتك، فنقدر ان احنا نستخدمه بكل سهوله من غير ما يحصل مشاكل معانا. طيب دي بعض المميزات اللي اتكلمنا عليها، خلينا نتكلم شويه على العيوب. اول عيب ان معظم الالعاب المخصصه للويندوز مش بتشتغل على لينكس، ودي مشكله كبيره هتقابلك ان انت معظم الالعاب اللي انت متعود تلعبها زي بيس مثلا او فيفا او الحاجات اللي هي التقيله دي هتلاقيها مش بتشتغل على لينكس. وده مش ذنب لينكس، لا هو المطورين اللي عاملين اللعبه ما عاملينها موجهه لويندوز. زي بالظبط انت بتحاول تشغل لعبه مخصصه للويندوز بتشغلها على اندرويد او على السمارت فون، مش هتعرف ان انت تشغلها على السمارت فون. فهو نفس الفكره، ده نظام تشغيل مختلف تماما. في العاب موجهه ليه من المطورين، هم اشتغلوا عليها وظبطوها ان هي تشتغل على لينكس من الاول بدايه تماما وهما بيبنوها، فبتشتغل بسهوله على لينكس. بس في طرق على فكره ان انت تشغل الالعاب بتاعت الويندوز على لينكس، الموضوع مش صعب ولا مستحيل، لا هو في شويه حاجات كده بس هتضطر ان انت تتعب شويه في التدوير، ومع بعض ممكن واحده واحده بشرح لكم الكلام ده على القناه ان شاء الله. وغير طبعا ان في منصه ستيم موجوده على لينكس بشكل رسمي، وتقدر تلعب العاب كتير من خلالها. اي حد جيمر عارف منصه ستيم هي ايه. تاني عيب ان بعض قطع الهاردوير مش متوافقه بشكل افتراضي مع لينكس، وهتتعب شويه ان انت تدور على التعريفات بتاعها، ولكن بمجرد ما انت تعرف التعريف بتاعها بيتجاب ازاي خلاص انت هتلاقي نفسك انت اول ما تسطب اي توزيعه جديده هتروح على نفس المصدر وتسطبها بكل سهوله لو انت على نفس الديستريبيوشن بيز يعني. اما لو انت رحت من بيز لبيز ثانيه زي مثلا رحت من ديبيان لارش، فهتضطر ان انت تشوف الريبوزيتوري بتاعت ارش التعريف هتنزله ازاي من عليها، وتقدر ان انت تسطبه برده بكل سهوله مفيش اي مشكله. ولكن في بعض قطع الهاردوير ما بيبقاش التعريف بتاعها ثابت او مستقر، زي مشكلة الواي فاي اللي كانت عندي وانا اشتريت القطعة دي جبتها بخمسين جنيه واشتغلت معايا تمام، ومشكلة الواي فاي اتحلت بالنسبة لي. تالت حاجة، المستخدم الجديد للكمبيوتر عموما او اللي ما عندوش خبرة كبيرة في الكمبيوتر بيقابله مشكلة ان هو بيواجه صعوبة مع لينكس، لان هو ما عندوش البيز الكافي من المعلومات اللي يخليه يتعامل مع لينكس او يتعامل مع نظام التشغيل عموما سواء ويندوز او لينكس. وده دوري في القناه، هنتعلم واحده واحده ازاي نستخدمه مع بعض بشكل طبيعي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اي حد عنده استفسار يسيبه في الكومنتات، لو انت على اليوتيوب اشترك على القناه، ولو على الفيسبوك تابعنا، وان شاء الله ننزل فيديوهات جديده. سلام.